من هو ياسين العماري؟ داعية مغربي مزداد سنة 1975 في مدينة الجديدة، المدينة التي كتب الله أن يزداد بها بعد زيارة عائلية من والديه، لكن مقر سكنه كان بالدار البيضاء بعين الشق التي درس بها الإعدادي والثانوي. هناك حصل على البكالوريا بميزة حسن جعلته يدرس آداب فرنسي بجامعة الحسن الثاني، وحصل على إجازة وبعدها دبلوم أهلية تدريس تقنية التعبير والتواصل من كلية علوم التربية. ياسين العماري مدرس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الحسن الثاني، وواعظ متطوع بالمجلس العلمي لإقليم نواصل، وواعظ متطوع بالمجلس العلمي لعملة مقاطعة الحي الحسني. اشتهر الداعية والأستاذ بمجموعة من المحاضرات والدروس جعلت كل مغربي ومغربية يعيد ترتيب أموره، وكلامه أثر على العديد من فئات الشباب. ياسين العماري صوت الحق الذي ألم أصحاب الباطل وأخرهم، المهرجين الذين يأكلون أموال الضرائب والرسوم من أجل نصف ساعة أو ساعتين بعد مائدة إفطار رمضان. مهما أردت أن يتم تشويه صورته، إلا أن الوحيد القهار يزيد حبه في قلوب من يريدون الخير لهذا الدين ولهذا الوطن.